هذاك يعتبر مهزله، سمعت مهزله حقيقيه في يعني في حق اخواننا المغاربه. سمعت امام فوق في نفس الوقت يقول انا يعني في نفس الوقت يقول لي جان اللي كاتيجوري تاع المنتخب المغربي، يعني الشباب تاع اللي راحوا للجزائر يقول لهم برافو عليكم بزاف باسكو نتوما كنقولوا شرفتوا الرايه المغربيه على اكمل وجه، يعني عركتوا وسال عركتكم وسال دمكم وكاع، والله الا برافو بزاف. فهمت؟ اما يعني بالنسبه للمقام به يعني اللاعبين تاع المنتخب الجزائري مهزله ايضا. واش هذا كيدل على انه كاين واحد الشان لا اداب ولا هم يحزنون؟ كي شفت الجوار هذاك تاع المنتخب المغربي، الجوار تاع المنتخب الجزائري في التريكو تاعه بقى يوري للجمهور وفيه الدم والجمهور يزيد يصفق ويشجعه، هنا هذا يعتبر رخص. خلاصة القول هذا يعتبر رخص، وحتى السلطات الجزائرية لم تقوم بحملة من أجل اعتقال من قاموا يعني باقتحام أرضية الميدان ويعني وتم التصريح بها فيما بعد، ما شفناهاش هذه أمانطو. نقول لهم أخويا أنا هذا المنبر الله ياخذ فيهم من الحق باسكو شوهوا بزاف صورة الجزائر، وحنا كما نقولوا لك كون شفنا غير اللعابة ما بيناتهم نورمال أخويا عادي، لو كان تقابضوا اللعابة بيناتهم نورمال باسكو علاه تصرف أي ستاد؟ أي ستاد تشاهد كيما هذه اللقطات؟ بصح كي شفنا يعني دخول ماشي المناصرين هذوك هذوك اشباه برك المناصرين. والغريب في الامر، الغريب في الامر ان شفنا احد ديال اللاعبين ديال المنتخب الجزائري الشبان اللي اقل من 17 سنه كيطلب من الجمهور انه ينزل الملعب، كيقول ليه ارواح ارواح. اشنو كتعني ارواح ارواح بالجزائريه؟ ارواح ارواح يا استاذ الاجي اجي نهزموا عليهم، اجي نهزموا، كيطلب من الجمهور انه ينزل التيران. انا قلت لك هذا يعتبر يعني ماشي مزال، هذا يعتبر رخص. فهمت؟ باسكو شفنا الرئيس تاع الجزائر كيفاش استقبلوه وخوتنا المغاربه كيفاش استقبلوه. فهمت؟ الرئيس عام فرنسا استقبلوا بكلمة بيون فيني ميسيو لو بريزيدون ايمانويل ماكرو، اطونبي دوزيام اطونبي، مرحبا بك السي الرئيس ايمانويل ماكرو في بلادك الثانية. حتى ان طبون عطى التحية العسكرية. صاحبي يعطيه التحية عسكرية، دروك انت يا خويا يعطيه التحية عسكرية ويدور به ويحوس به. خرج يحوس راه غير في بلاده ويشوف بلاده المعاناة اللي قاعدين عايشين فيها الشعب، عاد ويطرق إلى أمور استقبال الرؤساء. راه المومو اللي استقبل فيه هذاك ايمانويل ماكرو كانت ما زالت أرواح تاع خوتنا اللي تحرقوا في ولاية الجزائر مازال مسكن عاد يحطوهم في الكورة تاع ولاية الطارة والصبارة، يلا عاد حطوهم في الكورة مساكين. واش كيبان لك؟ وهذاك الوقت حتى المغرب قدم يد العون بتوفير طائرة الكنادير. تمام على ذكر الحريق. ولكن يعني الشعب الجزائري الحادثة يعني اللي صرات له هي كلها بسبب بوليساريو، لأن الحكومة الجزائرية قررت اقتناء 4 طائرات كنادير من حكومة سانشيز الإسبانية، ولكن حكومة سانشيز اعترفت بالصحراء المغربية ثم إلغاء السقة. مع العلم أن المغرب وفر جوج ديال الطائرات من هذا النوع مجانا. خويا مادام شوف مادام كاين هذا بوليساريو الجزائري عالي، مادام هذا اللي مسميتها هذا المنظمة تاع بوليساريو مادام قاعدة هذا البوليساريو الشعب الجزائري قاعد. على ذكر الحريق كما قلنا، على ذكر الحريق كيفاش تقبلتي الخبر من الإعلام الجزائري اللي هو مقرب؟ أنا هضرت عليها من العسكر. نكمل لك اخويا، كيفاش قبلتي الخبر بان المغرب هو سبب ديال العافيه اشتعال النيران؟ انا قبل ما تطفى النار خرجت في لايف في الصفحه نتاعي اللي نقولها للناس، هي الصفحه تاعي هي ياسين ديزات صغير، معايا ياسين ديزات صغير. خرجت خويا انا وهضرت، قلت حذاري ثم حذاري من النظام الجزائري تكرير خطا السنه الماضيه في حرائق تيزي وزو والتطرق ما بعد اخماد الحرائق الى ان هناك ايادي خفيه يعني المغرب. هذه المرة ثم تغيير كلمة المغرب بالمخزن إلى هناك أيادي خفية وربما حتى أشباه معارضة متواجدين في الخارج في الجزائر، ثم التطرق من جديد إلى أمر المغرب من خلال الحرائق التي اندلعت في الجزائر. يعني حتى أشباه معارضة، يعني مش نقول لك كاع، كاين فئة من أشباه المعارضة خارج الجزائر متواجدين يعني في أوروبا أصبحوا يعني من أجل أن يفوزوا بتعاطف النظام الحالي الجزائر لابد عليهم من تشويه صورة المغرب. صورة المغرب دارو يعني أي واحد بغى يولي زوين، أي واحد بغى يولي الجزائر خاصو يشوه صورة المغرب. عليك تشويه صورة المغرب. أنت دوك الشعب كاين الأحرار متبعينك، الشعب الجزائري، الشعب الجزائري كاين واحد الأحرار متبعينك أنت كمعارض للنظام، شوه المغرب باش هذاك اللي راه باقي هذا اللي يسميو روحهم أحرار باش عاود يزيدوا يتبعوك، وغدوة من غدوة غادي نزيبوك ونستقبلوك أحسن استقبال، ما تخممش راه عندك منصب هنايا. فهمت؟ بالنسبة لك أخويا أنت كجزائري عايش في المغرب، واش كيبانوا لك أن كيجي شي جزائري هنا وكيتكرفس؟ تلاقيت البارح واحد جزائري. جزائري؟ جزائري. شنو قال لك شنو حكى؟ جاي من تيزي وزو، استغفر الله يا ربي، جاي من أرزي ومهران، تلاقيت عليها البارح. اليوم
كنت في الكوميسارية تلاقيت واحد عاون يسكن في ولاد عيش في بليدة في الكوميسارية كان يخرج كواغط. أحسن استقبال رغم كل شيء، أحسن استقبال قاعدين يستقبلوا فينا عاد خويا. ونقول لك هنا الشعب المغربي يتبع أوامر الملك نتاعه. علاش أوامر اللي هي في حق يعني إخوان المسلمين صالح صالح إخوان المسلمين. درك أي مغربي تسقسيه تقول له كيفاش خويا الجزائريين يقول لك خوتنا، تقول له علاش يقول لك خويا مالكنا راه عارف واش راه يدير، حنا نتبعوا النظام تاع الجزائر. يخرج يبقى يهضر لنا على الصحراء، هضر لي على النيجر، هضر لي على ليبيا، هضر لي على تونس بالبيان، ومن بعد طرق لي الى امر المغرب شوه لي قام. وزيد نقول الحاجه للشعب تاع الجزائر، يكتبوا لكم في الصحافه ويكتبوا لكم واني دائما نشوفوها، يقول لك قامت وحدات الجيش الصحراوي بشان هجمات على نقاط المخزن. ما كايناش من هذه البلاغات الكاذبه، هذه جبهه البوليساريو، هذه المنظمه تاع البوليساريو، هذه اللي قاعده تسميها جبهه، هذه منظمه فيهم ست خيمات ولا سبعه تاع الخيمات. قال لا كيفاش خويا بغاو يسكتوا؟ واش ست خيمات يديروا دوله وتسميها جمهوريه؟ ست الخيمات، ست خيمات يديروا دوله وتسميها جمهوريه، ورئيسها غالي ابراهيم. هذاك الرئيس غالي ابراهيم عايش عايش مع احسن الرؤساء في العالم، بدراهم من بدراهمي انا، بدراهم تاع الشعب تاع الجزائر. حنا كنعرفوا بان ابراهيم غالي مؤخرا كان في كينيا، هي الطائره الجزائريه مؤخرا اصبحت تقوم يعني بتدعيم الدول الافريقيه التي تعاني يعني من مشكل الفقر، تقدم لها اموال فقط من اجل الوقوف الى جنب الجزائر والقول بتصريح ما كتشوفش بان غريبه بان ابراهيم غالي حضر الاحتفالات ديال تنصيب الرئيس ديال كينيا وفي 24 ساعه طلبوا منه انه يخرج من الاراضي الكينيه وسحب الاعتراف بما يسمى البوليزاريو. قاعد نتبع فيها هذيك مام هذيك تبعتها فهمت. دروك هذا البوليزاريو يا خويا غير الجزائر اللي مازال ما بغاش تدخلها الراس، ما كاينش حاجه سميتها بوليزاريو فهمت. نعطيك ابسط مثال فهمت. انا عندي دار، مور الدار عندي جرده، جرده فارغه، يجي واحد هبيل يدير خيمه تضرب 10 سنين يبغي يهدم الخيمه ويبني دار مورايا. نقول له يا ودي اخويا هذه داري راني خليتك ديك الخيمه 10 سنين رايح ترجع انت تبني لي هنا. يخرج جاري واش يقول؟ يقول لي لا تسقسي الجوارين، واش هذيك الارض تاعي علاش نسقسي الجوارين فهمت. هذه هي اخويا حشومه وعيب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.